في مرة سيدنا سليمان جاب نملة وقال لها يكفيكي كام حباية قمح في السنة؟ فردت عليه وقالت له يكفيني 3 حبات يا نبي الله. قام أخد بقى سيدنا سليمان النملة وأخد معاها 3 حبات وقام حاططها في صندوق وقام قافل عليها. قال لها بقى أنا مش هفتح عليكي غير بعد السنة. وفعلا عدت السنة وجي سيدنا سليمان يفتح للنملة، لقاها بقى واكلة حباية ونص بس من ال3 حبات. فاستغرب بقى سيدنا سليمان من النملة وقال لها أنت مش قلتيلي إن بيكفيكي 3 حبات في السنة، ليه بقى أكلتي حباية ونص بس؟ قامت ردت عليه النملة وقالت له انا خفت لا تنساني، انا لما كنت باكل ال3 حبات كان رزقي على ربنا وكنت واثقه ان هو هيبعت لي رزقي في اي مكان انا فيه، فوقتها بقى انا كنت باكل براحتي ال3 حبات. زمان كان في راجل راح لسيدنا سليمان وطلب منه انه يعلمه لغه القطط، فرد عليه سيدنا سليمان وقال له تفتكر لو علمتك هتستحمل؟ فرد عليه الراجل وقال له علمني يا نبي الله وانا هستحمل. فدعاه له سيدنا سليمان وفعلا من وقتها الراجل بقى يسمع ويفهم لغه القطط. رجع الراجل لبيته فسمع قطه بتقول للتانيه انا جعانه جدا. قامت التانيه رد عليها وقالت لها اصبري صاحب البيت اللي احنا فيه ده عنده ديك هيموت بكره واحنا هناكل. قام جري الراجل بسرعه على الديك قبل ما يموت وذبحه واكله هو. جه تاني يوم وراحت القطه لاختها وقالت لها احنا هنعمل ايه دلوقتي، ده الراجل ذبح الديك اللي احنا كنا مستنيينه يموت. قامت التانيه ردت عليها وقالت لها اصبري ده عنده خروف بكره هيموت واحنا هناكل منه. قام الراجل سمع الكلمتين دول جري على الخروف خده وقام رايح بايعه في السوق. قامت جريت الاولانيه على اختها وقالت لها طب احنا هنعمل ايه دلوقتي، ده حتى الخروف كمان راح باعه. قالت لها اصبري ده بكره صاحب البيت نفسه هيموت وهيعملوا له مقتم كبير واحنا هناكل من اللي هيتبقى من الناس. الراجل اتفزع من اللي سمعه وجري على سيدنا سليمان حكى له كل اللي حصل بالظبط. رد عليه سيدنا سليمان وقال له في البدايه ربنا فداك بالديك وانت رفضت، بعد كده فداك بالخروف برضه انت رفضت، اما دلوقتي بقى فقضي الامر. عرف ان في شخص هرب من ملك الموت قبل ما يقبض روحه. في مره سيدنا سليمان قاعد مع وزيره ودخل عليهم راجل شكله غريب كده سلم عليهم الاثنين. قعد بقى الراجل ده يتكلم مع سيدنا سليمان بس كل شويه يبص الوزير بص غريبة قوي. لما مش الراجل الغريب ده بقى سأله الوزير يا نبي الله مين الراجل اللي عمال يبص لي بصات غريبة ده؟ رد عليه وقال له ما تقلقش ده ملك الموت متصور بصورة انسان وجاي يقعد معايا. قام الراجل اتفزع كده وقال له ايه ده ملك الموت يبقى اكيد كان جاي عشان ياخد روحه. قام طلب الراجل من سيدنا سليمان انه يأمر الريح انها تاخده لابعد مكان عن هنا. فعلا نفذه طلبه سيدنا سليمان وامر الرياح انها تاخده ابعد مكان ممكن وكانت هي دولة الهند. جه بقى تاني يوم ملك الموت لسيدنا سليمان فسأله هو انت ليه كنت بتبص للراجل اللي كان معايا بالمنظر ده؟ رد ملك الموت وقال له والله انا كنت قاعد استغرب لان ربنا امرنا اقبض روح الراجل ده بعد الظهر في الهند وانا كنت قاعد معاه هنا الصبح. قال ان سيدنا سليمان كان بيقعد على عرشه وفي ايده عصايه بيبقى ساند عليها ويفضل على الوضع ده بالساعات واوقات بالايام يتعبد في ربنا، ما كانش حد يجرؤ بقى يقرب منه في الوقت ده لا من الانس ولا من الجن. وفي مره من المرات وهو قاعد بيتعبد جه قضاء الله وتوفى سيدنا سليمان وهو على وضعه ده. عدي بقى يوم واتنين وهو على الحال ده ما بيتحركش ومحدش قادر ان هو يقرب منه، والانس والجن كل واحد شغال ومتكلف بمهمه محدش يقدر منهم يخالف سيدنا سليمان ولا كلامه عشان ما ينزلش عليه عقاب شديد جدا. وبعد فتره بقى ربك بيبعت الحشره دي علشان تاكل العصايه بتاعت سيدنا سليمان، ومن هنا اختل توازنه وامواله وعرفوا بقى ساعتها انه مات.